الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا حفظكم الله: هل ما يسميه العامة بالجاثوم، وهو جني يزعمون أنه يأتي إلى الإنسان حال نومه فيكتمه أو يسري به، قد ثبت في الشرع وجوده، أم هو من التخرص في الغيبيات؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز إثبات شيء من الأمور الغيبية على وجه التخصيص والتعيين إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع، لأن من أثبت أمرا غيبيا وجزم بإثباته وقطع بوجوده بلا دليل فهو يعتبر من المتخرصين المتخوضين في علم الغيب. ونحن نؤمن بوجود الجن ولا جرم في ذلك، ومن أنكر وجودهم أو كذب به فلا جرم أنه مرتد كافر. ولكن تصنيف أعمال الجن بأن هذا يقال له جاثوم، أو هذا يقال له مثلا جني للعمل الفلاني وهذا جني للعمل الفلاني، هذا التقسيم والتنويع الذي يرجع إلى عالم غيبي لا بد فيه من إثبات دليل خاص، فلا يجوز لنا أن نصنف هذا العالم الغيبي على حسب أعماله وتصرفاته إلا وعلى ذلك التصنيف دليل من الشرع، كما نقوله في عالم الملائكة، فعالم الملائكة من العوالم الغيبية، فلا يجوز لنا أن نثبت أن هذا الملك له هذا العمل إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع. إذا علم هذا فليعلم أن هذا الجاثوم هو نوع كابوس يصيب الإنسان في منامه، هو يقع على الإنسان في نومه، وقد تكلم عنه علماء اللغة وبيّنوا حقيقته ومعناه، كذلك تكلم عليه علماء الشرع وبيّنوا حقيقته ومعناه، فهو نوع كابوس يصيب الإنسان ويسميه العامة بالجاثوم، ولكنه لا نستطيع أن نجزم بأنه جن يهجم على الإنسان في منامه، لأنه يأتي للإنسان إما بسبب مرض أصابه، وإما بسبب ثقل طعام أكله، وإما بسبب نوم على غير هيئة طبيعية، وإما أن يكون بسبب كثرة تفكير أصاب الإنسان في هذا اليوم فجاءه ما يفكر فيه على هيئة هذا الجاثوم، وإما أن يكون بسبب زيادة شيء من الكهرباء في المخ كما يقوله الأطباء، فإذا له أسبابه الطبية وله أسبابه الصحية وله أسبابه العادية اليومية التي تمر على الإنسان، فإذا لا ينبغي أن نتبع العوام في كونه جنيا يهجم على الإنسان ويتخبطه في منامه، مع أنه قد يكون ذلك ولا نستطيع أن ننفيه، لكنه ليس هناك دليل يثبت أنه كذا أو أنه كذا، ولكن له أسبابه العلاجية، فإن من الناس من يصيبه شيء من ذلك ويزداد عليه حتى يكون حالة مرضية، وبالعلاج بعد توفيق الله عز وجل يشفى منه بإذن الله عز وجل. وعلى كل حال لا ينبغي لنا أن نثبت جزما بأنه نوع من أنواع الجان لعدم وجود الدليل الدال على أن هذا الصنف من الأحلام يتولاه هذا النوع أو هذا الصنف من الجان، وإنما هو كابوس يصيب الإنسان بعض أسبابه معلومة وبعض أسبابه غير معلومة، وعلى الإنسان أن ينظر إلى سببه فيعالج نفسه منه، سواء أكان السبب تجريبيا أو كان السبب روحيا، والله أعلم.